الدنيا اي مكان بالعالم، اتوجه البوابة حالا. محمد صباح الخير. صباح الورد. يا هلا. يعني قبل شوي محمد حمد انك شعور طيارة بس لازم تلم المايك. شفت مو الكابتن ساعات ابيك تتعامل معاملة الكابتن اللي يعطيك الارتفاع على اساس ارتفاع 30 قدم على التوجه. هذا بالضبط هذا الوضع. ما تفهم منه شيء. ابدا ابدا ابدا. محمد اكيد ان السفر شيء جميل، واحنا اصلا في فترة الحين ما شاء الله الكل قاعد يخطط والكل قاعد يروح. قبل اتكلم عن السفر وقبل اتكلم عن الاجواء الجميلة هذه، يمكن سألتك سؤال تحت الهواء. عادة ان الرحالة المستكشف دائما يكون عنده جدول حافل تبارك الرحمن. صح. اليوم اشوفك هنا بالديره، فاحنا اي احد بالحاله بالديره اقول له عسى ما شر قاعد. بالضبط. الله يسلمك. احنا بالديره قاعد نجهز، قاعد اجهز حق الرحلات الجايه ان شاء الله. فعندي اكثر من رحله، في بعض الرحلات كنسلت وفي رحلات ان شاء الله جايه، وفي رحله حلوه. جميل جميل. شد انا بس شد انتباهي شغله واحده وقبل نبدي الرحله وياك. عاده في رحاله يعني يسوق خلينا نقول وجهات معينه، في اشخاص يتكلمون عن شيء معين، انا كل هذا راح نروح له، بس بلو بوك بحد ذاته، البلو بوك هذا خلاني بلو بوك صاير، ابي اعرف شنو هذا بالضبط. اي نعم. الله يسلمك. بلو بوك طبعا انا بتكلم، احنا اسسناه يعني كفكره انا مع صديقي وشريكي فارس المسلم. نعم. الله ينفع حالك. الفكره جت ان هي مثل لما انت تشتري اي جهاز دائما يجي معاه كتاب يسمونه بلو بوك. حلو. هو مثل دليل، دليل للسفر خلينا نقول، غير انه كتاب ثقافي نتكلم عن الثقافة. احنا دائما رحلاتنا نركز عليها الجانب الثقافي للبلد، نعيش ثقافة الشعوب اللي نزورها. فهي الفكرة جاية من كذي، فهي مو سياحة تقليدية اللي الناس متعودة عليها، تروح الأماكن وتروح تصور المكان هذا والمنظر هذا. لا، احنا رايحين نبي نعرف منو هالناس اللي رايحين لهم. جميل. يعني احنا حق اللي توه قاعد يسمع، احنا معانا طبعا الرحاله محمد المولى. يا هلا حياك الله. احنا دائما ترى نتناقش موضوع السفر او عندنا كونسبت واحد عن السفر، لما نقرر احنا بنسافر خلاص اكيد احنا بنروح سفره سياحه وناسه، اللي بيروح حق سوق، اللي بيروح والله عشان جست تو ريلاكس وكل هذه الامور. لكن انت يمكن اللي شدنا برحلاتك محمد شيء وايد مختلف، لان انت نبهت وحرصت ان تقول انا احب السياحه الثقافيه اكثر. بالضبط. واعتقد هذا الترم الحين وايد جديد، ويمكن في جروب جديد الناس ما يدرون ان صج هل هو لا جمهوره ولا جروبات اللي ممكن تستمتع فيه. صحيح. ففسر لنا لما تقول سياحه ثقافيه شنو يعني؟ احنا لما نقول السياحه الثقافيه الناس تروح دايركت على الثقافه، كتاب وكانه رايحين مكتبه عامه وقراءه وهذا، محاضرات. لا لا كلش لا. هي بالضبط سياحة فيها وناسة، فيها نشاطات كثيرة. نبي نتعرف على ثقافة الشعوب، كل شعب له ثقافته اللي تختلف عنه وتميزه. فهذه الثقافة احنا اللي حبيناها. احنا ليش نروح مثلا بريطانيا؟ لأن تأثرنا أكيد بقصص مثلا أوليفر تويست وغيرها وغيرها، والأحداث اللي صارت في بلندن. خلينا نقول مثلا اليابان، كلنا نحب اليابان، نروح اليابان، بس شنو اللي حببنا باليابان؟ جت لنا من بسبب الرسوم المتحركه. صح. والكارتونز اللي هي مثل نينجا والساموراي والافلام. فهذه كلها هذه ثقافه. فاحنا نبي نروح نبي نزور هالبلد الحلو، بس نبي نتعلم عن ثقافه هالشيء. ليش النينجا؟ شنو هو النينجا؟ شنو الساموراي؟ مو بس نبي نتعلم، نبي نجرب ونشارك نسوي. فهي نشاطات اكثر هاندزون يعني. زين، انت يعني خلينا نقول الناس اللي مهتمه في هذا الجانب هل يعني عددهم كبير؟ يعني في الغالب الناس لما تخطط انها تسافر او رايحه بتسافر في جدولها تبي يصير انه ريلاكسيشن ومزاج وتريح وسوق وثقافه ومتاحف وهالامور، بس هل في ناس ممكن ان تحط في خطتها انا بس بروح اتثقف؟ يعني في عندنا ناس كذي ومجموعات كذي؟ والله في وايد. اكتشفت ان الناس متعطشه لهالشغله، تبي هالشيء بس مو عارفه تسويها، شويه فيها صعوبه ان الواحد يروح هالاتجاه هذا. دائما في رحلاتنا نركز ان نستخدم اور اون كونتاكتس، علاقاتنا وصداقاتنا اللي هناك مكونها. فنروح حق الناس اهل البلد، نتعمق معاهم وندش، فيورونا جانب ثاني غير السواح اللي يعرفونه.
هذا شيء. الشغلة الثانية الأعداد اللي ناخذها دائما في الرحلة أعداد قليلة فصغيرة، لأن أنا صراحة شخصيا ما أحب أسافر مع جروبات، وأعرف أن في ناس هم تكره الشغلة بس تروح على أساس سهالات وكل شيء مجهز لهم وهذا. بالنسبة لي الجروب صغير من 3 أشخاص إلى 8 أشخاص ماكسيمم أعتبرهم مثل ربعي، فأنا أقدر أخذ وأعطي وياهم والاهتمام يكون عليهم مركز. وحتى أنا لما أقول معلومات أنا أعشق الإنسايكلوبيديا والمعلومات والبرامج الوثائقية من وأنا كنت ياهل. فلما أروح أكون دارس البلد عدل. وايد حلو قاعد أشوف الموضوع، أن خاصة يوم قلت أن أعداد صغيرة الجميل أن فعلا كل واحد ياخذ حقه حتى السفرة تصير مريحة. الجروبات دائما فيها صعوبة، صحيح. لازم أحد يكون يعني عكس التيار، فأنت تبي تسافر تستانس وتستفيد، فتخيل بعد واحد عكس التيار تعال هني حاول توازن بين الموضوع. شد انتباهي وايد أن تعرف باللوكلز، شد انتباهي أكثر. تعرف نينجا هناك؟ أي أعرف نينجا الصجي قابلت. إيه هذا النينجا شغال كاد على الهواء اللي شوفنا بالتلفزيون، نينجا أصلي صجي. هذا النينجا هو اللي درب كيانو ريفز فيلمه. أيه أوكي. نعم. واضح. أيه. لا واحدة من أفلامه. أتوقع السلسلة. مو ذا لاست سامراي. مو ذا لاست سامراي أنا أقول لك. توم كروز. بس أوكي وهذا هو أتوقع إنه إيه كان في فيلم حق. فهو اللي هو اللي دربه هو نينجا صجي. صجي هنا. محمد شوف احنا يعني نتمنى ان ننشر اليوم الثقافه من خلال هذا اللقاء وياك. لما تيجي تقرر انك تحدد الرحله اختيار الاماكن اكيد ما هو سهل. يمكن احنا دردشنا انا وياك يمكن من فتره ان في اماكن خلاص هي معروفه بالنسبه حق الناس، لما تيجي تقول له مثلا والله تبي تروح مكان تبي تتسوق ولا تبي تذوق مثلا اكل لذيذ، خلاص في اماكن معينه هي اللي معروفه. لكن انت يمكن عطيت نقطه وايد حلوه ان مثلا نفس المكان اللي يكون وايد سياحي في مقابلة دولة تكون يمكن أفضل وأحلى وفيها هذه الثقافة. بالضبط. فشنو الدول اللي ليت اليوم تقول إن هديرة بس بالمقابل جربوا تروحون هديرة؟ صحيح. يعني نشوف دائما تركيز على دول معينة بسبب الإعلام والسياحة وتوفر الطائرات والتنقل. فمثلا يعني الحين أنا توني من قبل الشهر اللي طاف كنت في بوليفيا في ساوث أمريكا. البلد جدا جميلة بس قليل اللي قاعد يروح لها، ودائما إذا راحوا لها يروحوا لها من جانب منطقة واحدة اللي هي منطقة سولار دوييني، وهي منطقة أكبر بحيرة ملحية أو سولت فلاتس يسمونها. فدائما يروحوا لها من هذا الجانب والمدن الرئيسية اللي يطبون فيها بسبب المطار. بس البلد يعني هذه يعني غنية في جميع هذا، جغرافيتها عجيبة. فيها الجبال، فيها الثلوج، وفيها الصحراء، وفيها غابات الأمازون. فكل هذا بتنوع. قعدت لي فترة طويلة ومع صاحبي بوليفي، فرحنا تنقلنا وعشنا العيشة. بيرفكتو. أبل اسبانيول؟ قليل. قليل. حلو. هل ترجمة قليلة؟ موكو. أنا صار فيني فضول، سوري طلب، صار فيني فضول أعرف إن يعني الاستعداد حق الرحلات اللي فيها يعني إن فيها حركة وفيها مشي وفيها تنقل من مكان لمكان، هل يختلف الباكينج لها عن السفرات العادية أو السياحية؟ يعني راح يكون في فرق ولا لا نفس الاستعدادات ونفس التجهيزات؟ أي نعم، لا صحيح، في فرق، في فرق كبير. مثلا يعني في رحلة بوليفيا غابات الأمازون لما رحنا، فما قدرت أخذ جنطتي اللي جاي فيها من الكويت، فأخذت جنطة صغيرة وسافرت فيها لأن المنطقة نائية ما فيها وسائل اتصالات نهائيا. تليفون نسيته، كنت أصور على أساس أنزل بعد 4 أيام 3 أيام، ففي ديلي تأخير بكل شيء. فالمناطق يعني كلها طينية وأمطار غزيرة ورطوبة عالية وحشرات جميع أنواعها وحيوانات جميع أنواعها، وصارت لنا وايد أشياء. بس هذه المتعة، هذه المتعة أن رايحين نتعلم. جميل. رايحين نشوف البرامج اللي أول كنا طالعها بالتلفزيون. أن أنت موجود حاليا. أنت قلت ليش اللحظة؟ طبعا أنا لأن أنت قلت معلومة فأنا ظليت يعني أحاول أشوف هو جون ويك أتوقع الفيلم. جون ويك. أيوة. يس. يمكن قبل شوي وأنت قاعد تسولف محمد أنا قاعد أشوف فعلا يعني قصة
كل كل كلمة قاعد تقولها، كل مشهد، كل مكان، قاعد أحس إنه فعلًا مشهد سينمائي قاعد أشوفه. اليوم أنا بقول أكيد في دول وايد وفيها ثقافات وفيها قصص وايد. صحيح. من بين كل هالدول، وأدري وايد صعب لأن كل دولة لها قصة، بس خلينا نقول من بين كل هالدول لو كانت كتاب، أي شابتر راح تقول لازم تشوفونه ولازم تسمعونه مني، لأن فعلًا فيها ثقافة عجيبة ونيسة وقصص اللي فيها ما تخلص. سؤال مثل ما قلت وايد صعب. أنا بالنسبة لي الأرض كلها، الكرة الأرضية بما فيها كل شيء حلو، صح، كل مكان حلو وكل مكان لميسته، بس أنا من عشاق الحضارة اليابانية. اليابان شغلة غريبة الناس مو فاهمتها، اليابان ما تركت لنا آثار مبنية، يعني كمباني وأماكن قديمة مثل أوروبا، بس تركت لنا ثقافة. ثقافتها هي تاريخها، ثقافتها عاشت فيها يعني تقريبا أكثر من 1500 سنة لا زالت تمارس. ثقافة الساموراي، ثقافة النينجا، ثقافة أكلهم، بكل شيء، تصرفاتهم، فسلوكياتهم اليومية، هذه أنصح الكل لازم يجرب. بس غالبية الناس للأسف لما تروح اليابان تفكر من جانب السياحة البحت، فيروحون مثلا ديزني لاند. أنا ديزني لاند لا يمكن أوديها أو حتى أحطها باللستة إن بالفري داي يروحوا ديزني لاند، لا، هذه ثقافة أمريكية. إيه، أو إذا تبتروحون روحوا في مدن ملاهي أنيميشن مالتهم. صحيح. فيعني على الأقل ثقافتهم عيشوها. إيه نعم. حلو، جميل وايد، وأنا متأكد إنه فعلًا حمد شد انتباهي الحين. ما فكرت تألف كتاب؟ أحس إنه لو بقرأ كتابك وايد وناسة. والله الصراحة لا كلش، لأن أنا مو من النوع اللي بألف كتب وهذا، بس إذا جت فكرة حلوة، إذا في شغلة حلوة ليش لا. أعتقد إن الكتب تغيرت ترى، مو شرط إنه يكون كتاب كل شيء مكتوب. أي قصص يعني صور. أي قصص صور. صحيح. وأشياء بسيطة، وممكن إنه حتى تحط معلومات عن كل دولة. صحيح. وأشياء يعني شو غششنا شوية. أي حسيت لأن بدي شوية شريك. أنا إهداء حق نغم صباح اللي ما قصر. لا صدقني في شغلة غريبة، يعني أنا من إحنا يعني صغار نسافر وايد، أسافر أنا بس ما كنت. لما طلعت السوشيال ميديا بعدين كلش ما دخلت السوشيال ميديا، دخلتها متأخر. دخلتها الصراحة من خلال بلو بوك. فتوني يعني، فكنت أنا ما أصور حتى نفسي، أغلب الأماكن اللي رحت لها ما عندي لها لا صور ولا فيديوهات. زين، هني أنا كذي بسألك سؤال. هنا. اللي خلى يعني خلينا نقول إنك أنت داخل متأخر في السوشيال ميديا، واهتمامك إن أنت تعرف في التاريخ وتقرأ في الإنسايكلوبيديا وهالأمور، خلينا نقول مع التطور اللي حاصل الحين، وجود أبليكيشنز يعني مختلفة، يعني من خلالها نقدر إحنا نستعين بهذه الأبليكيشنز نروح ونحجز كل اللي إحنا نبي في مجال الثقافة. شنو اللي راح يميزك أنت عن هذه الأبليكيشنز؟ أنا دائما أقول إن الجهاز لا يمكن يأخذ محل البشر. بعد الشغلة الثانية إن كل إنسان له بصمته. أعتقد أن البصمة هي يعني إحنا وايد ما شاء الله من الرحالة والمسافرين عندنا بالكويت بالذات، وكلهم ربعي وزملائي، بس كل واحد له بصمته. اللي يركز على الجانب مثلا الفنادق الفخمة، اللي يركز على الجانب الأماكن الحلوة الطبيعية، الهايكينج وما الهايكينج، وكل واحد له بصمته. فأنا يعني مع بلو بوك أحس إن طريقتنا ثانية، والحلو بالمجال هذا إن المسافر اللي يروح هني يروح هني، فيحبون يجربون، فهذا الحلو. جميل. هنا. الكابتن يقول راح ننزل ترانزيت، تحب الترانزيتات؟ لا صدق والله، عايل شوف ترانزيت مان راح يكون شوية مختلف. الأكيد إنه راح نكمل مع المستكشف الرحال محمد المولى، قصص جميلة وعجيبة، وقاعد نروح معاه من ديرة لديرة أو من مكالمة. متشوقين، وأي طاري لا علاقة بالسفر تلقون إحنا شيء طايرين ومسانسين والنفسية تغيرت، واليوم إحنا قاعد نكتشف نوع جديد من السفر. يمكن قبل شوية طلوب أنت سألته يعني شنو لو يحصل لك إن الكتاب وتسوي هالحركات وكذي، أحس كل رحالة على كثر ما يفتر لازم يكون في ديرة هي اللي علمت. أي. وما عنده مشكلة إن شاء الله يقعد يعيدها مليون مرة، وفي ديرة يقول أعوذ بالله توبة تنت توبة يلا إحنا بنوه
حقك شويه. الديره اللي بالنسبه لك محمد فعلا رحت واستكشفتها وحسيت انها مظلومه والناس صج لازم تشوف وتتعرف عليها. اي نعم، الله يسلمك. في بلو بوك احنا دائما نركز على البلدان اللي الناس ما تروح لها. فعندنا في بلد الجزائر مثلا، الله، الناس دائما تروح المغرب وناسي الجزائر. الجزائر هي أكبر دولة في القارة الأفريقية. حلو. غير أنها فيها الحضارات يمكن 3 أو 4 حضارات مختلفة. إنزين، فيها كنوز مو طبيعية، والحلو فيها أنها بلد مو سياحي. فدائما أنا مع فارس نركز على البلدان الغير سياحية. أنا صارفيني شلون يعني. وترى صج والله يوم قلت الجزائر صارفيني الجزائر يعني. أتابع لاعبينهم، أشوف مبارياتهم، ولكن فعلا ولا مرة فكرت. بلد طلعت فنانين، طلعت ثقافات كثيرة. زين، فنانين ترى أغلب الموسيقى موسيقى الراي من هناك، فالبلد غنية جدا. فالحمد لله نظمنا لها 3 رحلات. حلو. والحين عندنا رحلات جاية. فهذا البلد غنية جدا، والحلو فيها احنا دائما برحلاتنا أنا مع فارس نحط معانا ناس متخصصة. يعني يجيب معانا دائما مثلا ناس دكاترة متخصصين بمجال معين. حلو. غير ان احنا الباك جراوند مالنا وايد متعمق بالتاريخ وبالثقافة وبالأمور هذه، فنعطيهم. أنا وايد حاب الموضوع فعلا، ترى فعلا شيء جديد، وحاب أن الواحد اليوم يسافر وخلاص. يعني زمن أنك أنت ومن حق الإنسان يسافر يغير جو ويستانس ويستمتع، هذا شيء طبيعي بالسفر. بس صحيح. الأجمل أن اليوم السفرة تكون وراها ثقافة، أن أرجع عندي قصة، عندي معلومة أنا صحيح. عرفتها من هالمكان هذا. شنو أول شيء، لحظة، شنو اللي ما يبي يروح لها الديرة مرة ثانية؟ ما أنا شوف أنا بجاوب عنه، بس أنا راح يصدمني إذا كان عكس رأيي. لا أي والله. أنا اللي أنا اللي عرفه بمحمد بحكم اللي قاعد يقوله الحين، طبعا أنا هديت حالة الطقس، اعتزلت، فصرت الحين محلل شخصيات. أي إنسان عنده كل بقعة بالأرض جميلة وحلوة، بس ما حد عطاها حقها. فإذا ما عطيتها حقها راح أرجع مرة ثانية أجرب وأشوف لين أدري إن فيها شيء راح يكون حلو. إيش رأيك فيني؟ بالضبط، قسم بالله ابداع ابداع. انا اعتزلت هناك بس دقيق قوي ترى. لا لا خليك معي. الوالد كل ما ارد من سفرته يقول لي شلون البلد، اقول له وعجيبه وهذا، يقول لي انت كل بلدان حلوه عندك. معقوله ماكو ولا ديره بالنسبه لك؟ صدقين لا، صدقين لا. يعني اوكي، هي في شغلات متفاوته في دول وايد قوية، وإحنا عموما يعني أنا اختياراتي للبلدان ما أختارها إلا لما يكون في ثقافة، في تاريخ في هذا. ما أروح بلدان وايد حديثة، عمارات، ناطحات سحاب، سوقة، فلا أروح على الجانب الثاني. والناس حابة هالشغلة لأن مو عارفة تروح لها. صح. حلو محمد، خلال فترة الرحلات اللي سابقة اللي طافت، وأنا متأكد ما شاء الله أنت عندك مجموعة من الرحلات، الجروبات اللي كانت وياك تتواصل وياهم لحد الحين؟ والله إيه، الحمد لله. الحمد لله في شغلة هذا، أنا مو كلش سمعتكم أمس قاعد تكلمون على جروبات الواتساب. إيه عندك جروب؟ جروبات الواتساب، إحنا جروبات كل رحلة نسوي لها جروب. الجروب يظل ويستمر سنوات ويوميا يعني. حلو، كل ما تصير رحلة، كل ما يصير هذا يتكلمون، والحمد لله إنه وايد ناس قاعد تي معنا، يعني نفسها تكرر أكثر مرات. يعني تخيل حتى الأمل، اللحظة اللي حسيت إن روان ممكن تصير فيها رحالة، يعني تخيل إن هي عجيبة. عجيبة ونيسة، يوم قلت إن كل رحلة جروب صار فيني لا بانت فيني نتعامل بالرسائل ونخلص المواضيع وين. زين، أنا بس أبي أقول شغلة. يعني هو في بداية المقابلة قال أنا يعني وصف العلاقة بالسفر بكوكب الأرض، قلت مصطلح كوكب الأرض. تحليلك حلو طلوب، وإن في علاقة هذه العميقة مع كوكب الأرض والناس والشعوب. فشنو ممكن مثلا تقول شغلة تختم فيها، يعني توجه كلمة للناس عن موضوع الرحلات والاستكشاف وهذه السوالف؟ أي نعم، العالم، أقول لهم العالم جميل والعالم كبير، كل البلدان اللي زرناها احنا ما عرفنا ولا شيء منها لحد الآن، مو مكتشفين ولا شيء. يعني كل منطقة، يعني الناس عبالها ان الطبيعة بس هي أوروبا جبال وهذا، لا، الطبيعة هم صحراء هم بحر. صحيح. اي نعم،
البل يعني ما أدري يعني رحلات كلها صراحة يعني كل بلد أشوفه أحلى من الثاني، وكل بلد أحس إن كل ما بزوره بزوره أكثر وأكثر بكتشف جوانب ثانية. فإحنا يعني دائما نقول إن الناس تروح مثلا الكل يروح بريطانيا لندن بالذات، بس لندن فيها وايد أشياء صحيح وايد أشياء ناس مو فاهمتها مو عارفتها، هي بس يروحون شارعين وبس. أيوة وتشيز أصفر يتمشون فيه ولا الأخضر ولا الأخضر الأخضر هذا الأخضر شايد هذا. محمد إحنا وايد استمتعنا معك ونتمنى دائما رحلاتك تكون سعيدة، ونتمنى صدق نشوف الجروبات تكثر وتكبر أكثر فيما يخص هالنوعية من السياحة، لأن إحنا متأكدين إن أعتقد إن السياحة الثقافية لها ناسها وثقلها، يعني حس شيء حق الإليت حق الناس الشيء مزات صح سارة. في الناس حابه شيء، في ناس ودها بس مو عارفه مو عارفه من الثقافه يروحون المتاحف. احنا ترى ما نودي المتاحف ما نودي لهذا، لا نعيشهم الثقافه لان كلها عباره عن هاندز اون، كلها شغلات نشاطات احنا نمارسها حركيه فالمعلومه ترسخ بالمخ. برافو انت تشاركين فيها، اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله وناطرين